السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا باشمهندس؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم مهندس محمود ابراهيم. النهارده بإذن الله دي أول محاضرة لنا مع بعض من كورس الفاير فايتنج أو مكافحة الحريق. في ناس كتير من الزمايل كنت دخلوا وتواصلوا معايا على الخاص وطلب مني ان انا ابتدي مجال الاتش بمجال الفاير فايتنج الاول، طبعا بعد ما اشتركت حوالي 3 محاضرات او 4 محاضرات في كورس الاتش فاك. فانا قلت لهم استحاله اقدر اسيب كورس الاتش فاك دلوقتي وبعدين اروح للفاير وبعدين ما اخلص الفاير ارجع للاتش فاك تاني. قلت لهم استحاله طبعا، في كده متاهه يعني، في ناس كده هتطول، في ناس مش ما بتحبش الكلام ده. فقالوا له خلاص انت ممكن تبتدي بالاثنين. قلت لهم دلوقتي بالاثنين صعب، فانا بعد ما اخلص كورس الاتش فيج الاول بعدين اخش مجال الفاير. فالنهارده باذن الله من حوالي ساعتين ونص كده او 3 ساعات كان اخر محاضره من الجزء النظري الخاصه بالاتش فيج نازله، تمام؟ يعني اخر محاضره من كورس الاتش فيج نزلت من حوالي 3 ساعات. فاللي ما اتفرجش على كورس الاتش فيج او عايز مثلا حاجه معانا من كورس الاتش فيج هسيب لكم طبعا البلاي ليست خاصه في قائمه الكورس كامل في الوصف الفيديو من تحت. والنهارده باذن الله قلت في نفس الفيديو اللي انا هخلص في الاتش فيج هبتدي في الفاير، بحيث الناس اللي طلبت مني كورس الفاير تاني. طيب ايه الكورسات او الدورات اللي هنشتغل منها مع بعض كورس الفاير فايتنج؟ طيب انا هبتدي معاكم ب4 دورات، والاربع دورات قريبين من بعض جدا، تمام؟ اول دوره دي طبعا اسف هي حصل بس لخبطه، اللي هي كورس مكافحه الحريق او للمهندس وليد محمد، تمام؟ كورس مكافحه الحريق للمهندس وليد محمد هو نفس الكورس الخاص بمهندس احمد درويش. يعني مهندس احمد درويش خد كورس خاص بمهندس وليد محمد ومهندس اندرو فريد ومهندس وائل نسيم، جمع الكورسات دي كلها في كورس واحد. طبعا الكورس ده يعني انا افضل اللي انتوا تشتغلوا بيه، وده اللي انا هبتدي بيه من شرح. يعني كورس او مهندس احمد درويش ده الشرح او البي دي اف اللي انا هبتدي اشتغل بيه طبعا مع المهندس مين؟ مع المهندس عبد المجيد، تمام؟ طبعا في كورس رابع للمهندس حسام الدين سمير. فكل الكورسات ديت انا هسيبها لكم تحت في الديسكربشن في وصف الفيديو من تحت، بحيث لو انت عايز مثلا كورس معين او دوره معينه او اي كورس من دول تقدر تحملهم بكل سهوله، حتى لو انت عايز تبتدي بكل الدورات، تمام؟ تعالى كده نبتدي مع بعض نفهم يعني ايه فاير فايتنج. طبعا هنبتدي بمين؟ هنبتدي بالكورس بتاع مهندس احمد درويش، هو نفس الكورس بتاع مهندس وليد محمد، هو نفس الكورس بتاع مهندس عبد المنعم عبد المجيد، بس مهندس عبد المنعم عبد المجيد ده في شويه حاجات. فانا انصحكم انكم تبتدوا بالاثنين دول الاول، تبتدي بكورس مهندس احمد درويش بعده مهندس عبد المنعم عبد المجيد، تمام؟ طيب الكورس اللي هنبتدي منه هو شرح، هنشرحه منين؟ هنشرحه مهندس احمد درويش، لان ده لا لامم اغلبيه الافكار او يكاد اقول كل الافكار، تمام؟ طيب يعني ايه مكافحة حريق وايه الغرض منها؟ اول حاجة قال لك الغرض من شبكة مكافحة الحريق حماية الارواح والممتلكات. يعني لا قدر الله لو حصل حريقة مثلا في منشأة تعليمية او اي حاجة او بنك او جامعة او اي حاجة حصل فيها حريق، طبعا في ارواح جوه في ممتلكات جوه، فانا عايز اتجنب حاجة زي كده. يعني في ناس هتموت لا قدر الله يعني، وفي برضو خسائر مادية، يعني خسائر ارواح وخسائر مادية. فانا عشان اتجنب حاجة زي كده بعمل نظام مكافحة الحريق. طبعا في بدل النظام كذا نظام، في حوالي 6 انظمة، في حوالي 6 انظمة هنفهمها مع بعض واحدة واحدة. طيب حماية الارواح والممتلكات ده قلنا ايه؟ ده الغرض من مكافحة الحريق. دلوقتي الدولة انت يا مثلا عايز تعمل مثلا مصنع وعايز تعمل اي حاجه، انت مش عايز تعمل ايه شباك؟ ما تعملش شفاك، مش عايز تعمل صرف، مش لازم ما تعملش صرف، بس الدوله اجبرتك انك تعمل حاجه اساسيه وهي الفاير فايتنج. لازم عشان الدوله تعتمد المصنع بتاعك او المنشاه بتاعتك او الشركه بتاعتك لازم تكون عامل نظام مكافحه الحريق في المبنى او المنشاه او الشركه بتاعتك. ليه؟ عشان تحمي الارواح وتحمي الناس اللي جوه وتحمي في نفس الوقت مالك، تمام؟ يعني انت دلوقتي ما ينفعش تعمل ترخيص للمبنى بتاعك او المنشاه بتاعتك او المصنع بتاعك غير لما تعمل نظام مكافحه الحريق. طيب ايه هو الكود المختص بمكافحه الحريق؟ اسمه NFPA اللي هي اختصارها ناشونال فاير بروتكشن اسوشيشن، اللي هي منظمه دوليه للحمايه من الحريق. بص كده عشان بس اللي هي المقدمه والحاجات الاساسيه والكونتنت المحتوى اللي احنا هنبتدي نشرحها مع بعض ديت، الكونتنت هناخدها بس من هنا، هاخدها بس من الكورس ده كده. يبقى الكورس كونتنت اللي هي محتويات الكورس هكون ايه؟ فاير ساينس. الفاير ساينس ده بسميه فاير بروتكشن. فاير بروتكشن، طب الفاير بروتكشن ده عباره عن ايه؟ عباره عن فاير سيفتي، عباره عن فاير الر، عباره عن فاير فايتنج، في حاجه رابعه ما اسمها سموك مانجمنت اللي هي اداره الدخان، ازاي تتحكم في الدخان الحريق. طبعا انت عندك الفاير فايتنج سيستم اللي هو نظام مكافحه الحريق، ده المجال بتاعنا اللي احنا هنبتدي نشتغل بيه. عباره عن ايه؟ طبعا عندك انظمه كتير، عندك الووتر سبريشن سيستم، عندك الجاز سبريشن سيستم، عندك الفاير اكستنجوشر، طبعا في الفوم، في انواع كتيره جدا كمان هنبتدي نشتغل مع بعض واحده واحده. عندك الفاير تانك، الفاير فايتنج تانك، عندك الفاير فايتنج بامبس،
فاير فايتنج، فاير فيتنج طبعا، والبامب روم، كل ده نفهمه مع بعض واحده واحده باذن الله. طيب الفاير ساينس، الفاير ساينس او فاير بروتكشن، طبعا احنا عرفنا لو بيتقسم ليه 4 فروع: فاير سيفتي، فاير الارت، فاير فايتنج، والسموك مانجمنت. الفاير سيفتي ده خاص بمهندسين عماره، تمام؟ مهندسين العمارة وظيفتهم ايه؟ اللي هم بيصمموا لي ممرات للهروب، يعني مثلا السلالم الهروب وممرات الهروب، بحيث لو حصل حرق ولا اي حاجه الشخص يلاقي اقرب ممر هروب ليه. طبعا ما فيش مثلا المسافه ما بين السلم والتاني، استحاله اقصى مسافه مسموح بيها 30 متر، اقصى مسافه مسموح بيها 30 متر، ما ينفعش تزيد عن ال 30 متر، يبقى المسافه ما بين السلم والتاني ما تزيدش عن كام؟ عن 30 متر. طيب تاني حاجه اسمها فاير الارم، فاير الارم ده اللي هي انذارات الحريق، ده خاص بمهندسين كهرباء ما لناش احنا دعوه بيها، يبقى الفاير سيفت والفاير الارم ما لناش دعوه بيهم، دول خاص بمهندسين عماره بكهرباء. طيب نخش بقى على الفاير فايتنج والسموك مانجمنت، اللي هم خاصين بمين؟ خاصين بالمهندسين ميكانيكا اللي هو مجالنا احنا. اول حاجه انت عندك حاجه اسمها مثلث الحريق، مثلث الحريق ده اللي بيكون من الاكسجين ومصدر الحراره والفول او الكومباستبل ماتيريال بتاعتك، تمام، اللي هي الماده القابله للاشتعال، وده الكود طبعا اللي احنا اتكلمنا عليه اللي هو الكود الامريكي لامريكا للتصميم، اللي هو ال NFPA اللي هو الناشونال فاير بروتكشن اسوشيشن. طيب تبقى عندي كلها انظمه، هنبتدي نشتغل مع بعض، او هنبتدي الاول بالووتر سبريشن سيستم، بس ان المحاضره الجايه النهارده بس ناخد بس مقدمه بسيطه، بنفهم يعني ايه فاير وايه الغرض منه وازاي نتجنب مشكله الفاير ديت انها تحصل داخل المنشاه او المبنى او المصنع بتاعك، تمام. يبقى الكود المستخدم اللي هو الناشونال فاير بروتكشن اسوشيشن، اللي هي المنظمه الدوليه للحمايه من الحريق. طيب ايه هو الفرق ما بين الفاير بروتكشن والفاير فايتنج؟ زي ما قررت من شويه، الفاير بروتكشن بيشمل الثلاثه دولت مع السموك مانجمنت، اللي هي الفاير سيفت والفاير الارم والفاير فايتنج والسموك مانجمنت. اما الفاير فايتنج فقط ده اللي هو هنبتدي نتعمق فيه احنا بقى كمهندسين ميكانيكا، ازاي نعمل نظام مكافحه الحريق سواء نظام يدوي او نظام اوتوماتيك، تمام. يبقى ده الفرق ما بين الفاير بروتكشن والفاير فايتنج. يتضمن، قال لك حتى كم هنا، قال لك يتضمن الفاير بروتكشن، يتضمن ايه؟ بيتضمن الفاير فايتنج، بيتضمن بين الفاير الارم، بيتضمن الفاير سيفتي، طبعا الفاير الارم خاص مهندسين كهرباء، السيفتي خاص مهندسين عماره، الفايتنج خاص مهندسين ميكانيكا، وحاجه اسمها الرابعه ذكر لك الحاله الرابعه قال لك اللي هي السموك مانجمنت، طبعا دي خاصه بين برضه دي من مهام مهندس ميكانيكا، دي من مهام مهندسين ميكانيكا. طيب ازاي اتحكم في الدخان اللي هي السموك مانجمنت؟ حاجه اسمها بريشرايزيشن اللي هي البوزيتيف بريشر، والايفاكيويشن اللي هي النيجاتيف بريشر. هنا بتركب سموك فان على السلم في كلتا الحالتين، تمام، بتركب سموك فان. قال لك ان السموك فان ديت وظيفتها ايه؟ انها بتعمل تولد لك ضغط موجب عشان تمنع تواجد الدخان في منطقه الحريق، تمام، عند منطقه الهروب. اما هنا ديت اسمها النيجاتيف بريشر، بتركب في اثناء تركب في المبنى اثناء الحريق لسحب الدخان، هي بتاخد لك الدخان بتخرجه لك بره، بحيث الاشخاص هم بيهربوا ما يحصلهمش اختناق من دخان الحريق، تمام. طبعا دي كل الاكواد اللي هنشتغل، طبعا اتفقنا ان احنا هنشتغل على ان اف بي اي اللي هو الناشونال فاير بروتكشن اسوشيشن، طبعا في اكواد كتيره خاصه بال ان اف بي اي. عندك ان اف بي اي 1، يعني ده خاص بمين؟ خاص باليونيفورم فاير كود اللي مقدم عن الاكواد اللي هي كل الانظمه. عندك ان اف بي اي 10 دي خاصه بالطفايات، 11 دي خاصه بالفوم، 12 دي خاصه بغاز سي او 2، 13 دي خاصه بالرشاشات اللي هي السبرنكلرز. طبعا انت تشوف انت عايز تشتغل مثلا، عايز تشتغل بالفوم هتخش على ان اف بي 11، بالرشاشات هتخش على ان اف اي بي اي 13، مثلا مضخات الحريق 20، صناديق الحريق هتخش على 14، وهكذا. انت هتشوف الحاله اللي انت عايز تشتغل عليها، هتبتدي تنزل الناشونال فاير بروتكشن اسوشيشن، وانت لو كتبت على جوجل ناشونال فاير بروتكشن اسوشيشن لكم مثلا 25، هيظهر لك البي دي اف او الكتالوج الخاص بالفحص والاختبارات والصيانه. طبعا دي كلها اكواد تقدر تحملها من على جوجل. طيب تحديد النظام المناسب للمبنى، تمام، ده كله خاصه بال ان اف بي 500، تمام. ننزل تحت كده الحريق، تعريف الحريق، ايه هي، ايه هو عمليه الحريق ديت، او وات از ذا فاير، ايه هو الحريق ده؟ الحريق ده عباره عن عمليه اكسده، عمليه اكسده يعني تفاعل الماده القابله للاشتعال مع الاكسجين في وجود مصدر حراره. يعني بص كده، مثلث الحريق اهو، ده مثلث الحريق، ماده قابله للاشتعال اللي هي الفيول، ده الماده القابله بتشتعل اللي هي تشتعل عندي في مع الاكسجين، الاكسجين ده اللي هو الهواء، طبعا الهواء الجو بيحتوي على اكسجين بنسبه راح حوالي 21%، مع وجود مصدر حراره اللي هو الهيب، ده بسميه مثلث الحريق. لو انا كسرت ضلع من اضلاع المثلث ده كده، انا منعت حدوث الحريق، يا اما ما يكونش فيه مصدر حراره اساسا، يا اما اعمل تجويع للحريق بحيث ان انا ما اخليش اي ماده قابله للاشتعال بجانب الحريق،
يا اما اقلل نسبه الاكسجين الموجوده في الهواء الى اقل من 16% وهنفهم مع بعض دلوقتي. يبقى الحريق عباره عن عمليه اكسده، اي تفاعل ماده قابله للاشتعال مع الاكسجين في موجود في وجود مصدر حراره. طب الماده القابله للاشتعال دي عباره عن ايه؟ ممكن تكون خشب، ممكن تكون قماش، ورق، مواد بتروليه، بلاستيك، مخلفات زراعيه، اي حاجه. تمام، دي كده الماده القابله للاشتعال. طيب مصدر الحراره، مصدر الحراره ده اكيد طبعا ما فيش واحده يروح يولع كده ولا اي حاجه. قال لك لا، ممكن يحصل مثلا ماس كهربي، ممكن مثلا احتكاك، عمل قطع لحام، ارتفاع درجه الحراره لدرجه الاشتعال الذاتي. ممكن الماده القابله للاشتعال توصل لدرجه الاشتعال الذاتي فتولع اوتوماتيك، تولع لوحدها. تمام، دي كلها مصادر حراره. فانت عشان تعمل تمنع حدوث الحريق لازم تكسر ضلع من اضلاع المثلث، ولو كسرت الضلعين طبعا يكون اكتر. ممكن مثلا تقلل او تمنع مثلا مصدر الحراره، وفي نفس الوقت تعمل تبويه او تعمل تقلل نسبه الهواء الموجوده، نسبه الاكسجين الموجوده في الهواء. تمام، طيب ده كده بسميه الفاير تراينجل. في حاجه اسمها عنصر رابع الدفلون، فبدل ما كان مثلث التراينجل او مثلث الحريق بقى هرم الحريق، بدل مثلث الحريق بقى هرم الحريق. طب العنصر الرابع ده عباره عن التفاعل المتسلسل للحريق، واللي هو الكيميكال تشين رياكشن. ده طبعا مش منتشر جدا، لكن في الاونه الاخيره او في الاوقات الاخيره ابتدى يظهر بصوره واضحه. طيب هدف مكافحة الحريق هو انك تمنع حدوث الحريق، يبقى الهدف من مكافحة الحريق انك تعمل ايه؟ تمنع حدوث الحريق، وذلك عن طريق منع او كسر احد اضلاع المثلث، يا اما تعمل تجويع، يا اما تقلل نسبة الاكسجين الموجودة في الهواء، يا اما تمنع مصدر الحرارة ذات نفسه. طيب في حالة كي نكسر احد اضلاع المثلث، قال لك نقوم بالتبريد عن طريق المياه. طبعا افضل عنصر او اكتر حاجه تقدر تعملها انك تعمل المياه، تبرد المياه، انك منعت مصدر الحراره ذات نفسه. طيب في اشياء ينفع استخدم فيها ميه، وفي اشياء ما ينفعش استخدم فيها ميه، زي مثلا المواد الصلبه زي الخشب والبلاستيك والكلام ده كله. ممكن ابرد الماده بتاعتي او اطفي الحريق بتاعي عن طريق ايه؟ عن طريق المياه. طيب في مثلا مواد سائله زي المواد البتروليه، مثلا في مواد مثلا ورقيه، اوراق مهمه مثلا اموال مثلا ولا اي حاجه، مثلا ماس كهربي، لو حصل مثلا ماس كهربي في محاول كهرباء ولا اي حاجه طبعا مش راح اطفي بميه. طبعا في حالات كده خاصه بكل حريق، يعني مثلا مش في حاله لا قدر الله حصل حريق في محول كهرباء، الانسب ليها سي او 2، انك تستخدم طفايات الحريق من نوع سي او 2 وليس من نوع المياه عشان تطفي الحريق الناشئ في المحول الكهرباء. طيب مواد بتروليه تستخدم غازات خامله زي الفوم، زي الاف ام 200، زي الجازولين، دي كلها غازات خامله، دي كلها غازات خامله. تمام، اللي هي غازات الاطفاء، سي او 2، اف ام 200، حاجه اسمها نوفاك، حاجه اسمها اريزون، حاجه اسمها الارجون. تمام، دي كلها غازات خامله تستخدم في المواد البتروليه او المواد اللي انا ما ينفعش فيها استخدم فيها مياه، ما ينفعش استخدم فيها مياه. طيب الفوم ده عباره عن ايه؟ الفوم ده عباره عن ماده كيميائيه بتضاف الى المياه بنسبه 3 الى 6%. تمام، دي الماده دي بتضاف بنسبه 3 الى 6% اللي هي الماده الكيميائيه ديت الى الماء بنسبه 97 الى 94%. يعني ايه؟ يعني لو انت حطيت نسبه من ماده الفوم ديت بنسبه 3% هتحط قصادها 97% ميه، طب 6% هتحط قصادها كام؟ 94% ميه. تمام، دي كده انظمه مكافحه الحريق اللي هنبتدي نشتغلها مع بعض من المحاضره الجايه. هنبتدي الاول بالووتر سيستم، ده الفاير فايتنج سيستم، هنبتدي بالووتر سيستم. طبعا انت عندك الووتر سيستم، عندك الجاز سيستم، عندك الفوم سيستم، عندك الباودر سيستم، دي كلها انظمه للحمايه من الحريق. امتى استخدم الووتر؟ امتى استخدم الجازز؟ امتى استخدم الفوم؟ امتى استخدم الباودر؟ ده كله هنفهمه مع بعض واحده واحده مع كورس باذن الله. فلو انت مش مشترك في القناه انزل اشترك في القناه، فعل زر الجرس عشان يوصل لك المحاضرات دي كل اولها اول باول، لازم تنزل على القناه، وما تنساش تعمل لايك للفيديو واشترك للقناه وتفعل زر الجرس. باذن الله من المحاضره الجايه هنبتدي الاول بالووتر سيستم او الووتر سبريشن سيستم. شكرا وللقاء في المره القادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.